سمير عبدون، الوجه الشبابي الذي ظهر في معظم الأفلام وخاصة المسلسلات الجزائرية، واشتهرت أدواره بالصقلات العالمية. شارك في العديد من المسلسلات الكبيرة بالجزائر، منها مسلسل البذر ومسلسل اللاع. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. مع نهاية التسعينيات، بدأ سمير عبدون حياته كعارض أزياء قبل أن يكتشفه المخرج موسى حداد ويقدمه في أحد الأدوار البطولية ضمن فيلم موطئين، وكان ذلك سنة 1999، لتتوالى مشاركاته في العديد من الأعمال حتى تحول في المدة الأخيرة إلى القاسم المشترك لأهم الأعمال التلفزيونية في الجزائر. منذ سنة 2007، هاجر سمير عبدون إلى فرنسا، والتي كان قد زارها في إطار جولة سياحية تحولت في آخر المطاف إلى إقامة غير شرعية على التراب الفرنسي، ليقوم بعدها بتسوية وضعيته لتتحول إلى إقامة شرعية، حيث أنه غاب عن البلاد لفترة 15 سنة، ويبلغ من العمر اليوم 44 سنة. وعن أسباب ابتعاده عن الساحة الفنية لفترة، قال عبدون للنهار: إن المنتجين والقائمين على السينما الجزائرية هم من أجبره على التخلي عن التمثيل بسبب التهميش الحتمي وسرقة مستحقات الممثلين. وأضاف صاحب الكف الأسطوري: أن ما جعلني أهاجر لبلاد الغربة منذ 4 سنوات هو تجاهلي كممثل في بلادي لعديد السنوات رغم مسيرة التي تجاوزت 27 سنة. وقال في ذات المكالمة بأنه تلقى الكثير من الكلام الذي مسه وأساء لشخصه وكرامته، وذلك بغرض إبعادي عن الوسط الفني عمدا وإطلاق ادعاءات كاذبة. قالوا علي هبطت، قالوا علي راني في الماريكان، وهذا سبب لي ضغط نفسيا. وعن بقائه في المهجر كشف عبدون: أرفض الجنسية الفرنسية لأن هجرتي لفرنسا كانت مجبرة، فقلبي محروق على بلادي. أنا اليوم في عمري 44 سنة وأعلم أن الساحة الفنية الجزائرية لا زالت لي. وختم بطل المسلسل اللعب: موت فريد الروكور ألمني كثيرا، كنت على اتصال دائم معه وأتفهم جيدا ما كان يعنيه، ونتقاسم نفس المحنة لأنني كنت أعاني في صمت وكدت أفقد كل شيء. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله.